لا يزيد عليك. بص يا باشا هات واحده بقى عشان الناس اللي ورا. النهارده بقى راح كفايه. والله راح كفايه. لا اقول لك خلاص كده. هات الناس معاك، هات الناس معاك. خلاص. انا وليد حلمي، انا ساكن في العقار، وفي واحد كان بيبني جنبنا وقلنا له البيت ده قديم ومتهالك، قال انا عامل خوازيق 8 متر وهفحط على بعد 3 متر بس، يعني البيت مأمن وانا مأمن نفسي قبل ما أأممكم. فصحينا هو عمال يفحط بقاله 3 ايام، وصحينا النهارده الصبح الساعه 10 لقينا البيت بيتهز، رحنا نازلين يا دوب 5 دقايق وراح البيت واقع، كل العفش وكل الحاجه وكل فلوسنا وذهبنا كل حاجه وقعت في تحت الانقاض. البيت ده بلد يا مبني من انا نزلت اخر واحد. لا البيت قديم ومتهالك، بس الحفر كان جنبه من 3 ايام. انتوا ما تبلغتوش من قبلها مثلا او حد حاول يشوف مكان تاني او مشي قبل؟ لا ما حدش بلغنا باي حاجه ولا حد قال لنا اخلوا المكان ولا اي حاجه. يعني مشيتوا في اليوم اللي وقع في البيت؟ في نفس البيت ما مشيناش، احنا نازلين بهدوم النوم اهي. اه بهدوم النوم اهي. احنا نازلين بلبس النوم. شايلين كلنا وحاجتنا كلها راحت، يعني ما الناس وكل بيع الشقه وفلوس الشقه كلها راحت. قولي اللي عندك. تلفزيون وتسجيل وشاشه وتسجيل وبتاع دي وسبوتي. عفش ثلاث اوض. عفش ثلاث اوض بتاع سيبني وعياله. ثلاث سراير وبساطين وحاجات الدنيا كلها قاعده مليانه، ثلاث اوض مليانه لحد عنهم. الشقه بحالها مليانه حاجات، الشقه بحالها مليانه حاجات منه لله، منه لله اللي وقع شقتنا. قال لي مش هيجي لها حاجه ومجرى لها حاجه عليها اديكم مدام. وقلت الوليد وقلت كله يا ما حاجتنا كلها راح، حاجتنا كلها احنا ما حاجتناش الفضل، ده احنا شغالين بالاجره كله، ده احنا كنا ما فيش غيره، ده ما فيش غيره ومعاه اربع بنات ومراته ووالي، معاه اربع بنات وان ومراته، ما فيش الهوا اللي بيشتغل، ما فيش الهوا اللي بيشتغل يا رب، منه لله، منه لله شكايه الاحكم الحاكم الرب، ما فيش غيره، ما فيش غيره. We'll be right back.